4 مليون جنيه هيجننوني. تسلم ايدك. انت هتدفع 4 أرينة للراجل الباشا الكبير ده؟ ما تدفعش ليه؟ 4 مليون كتير قوي. ده 100 ألف، 150 ألف بالكتير نشتري بيهم سجل مدني من بابه. انت مش فاهم حاجة، انا بشتري رقبتي. انا مش فاهم، هتدفع 4 مليون في ورق مضروب ازاي؟ خد بالك من روحك، الراجل ده حوت كبير قوي. مين قالك الورق مضروب؟ الورق اصلي واصلي الاصلي كمان. الفكرة مش في الورق. امال في ايه؟ في الحماية. الراجل هيحميني، يعمل لي كل اللي انا عايزه. يا سلام يا سلام لو بقيت واحد من رجالته. بس الراجل ده برضه كبير قوي، الواحد يخاف يقرب منه يهرسه. يلا نولع بقى. ولع. لا والله. أو النعمة يا نعمة. قال لهم أنا شفت العفريت. قالوا له يا راجل. قال لهم الكلب قرب عليا، قرب، بصيت له، قلت له أنت كلب يا كلب. قال أنا كلب. يا روي، رحت برضو تدور عليهم؟ يسير الحقيقة لا يا يونس. أوصل له. شكلك مش عاجبني من ساعة عملية امبارح. مكنش الراجل صعب عليك؟ لا ما تخافش، مش هيغلى على اللي خلقه. عاش يا وحش. ده بقى علي روي، أجدع راجل هتشوفوه. دي نسري بيدلعوها النسر، ودي نعمة واللي يكرهها نعمة. هيقعدوا معانا في العزبة يومين ثلاثة. لا مش أقل من أسبوع يا أنس. تعال تعال. مش عايز، عايز أريح شوية. يا غدع ما تبقاش رزيل وتعال. فك عن نفسك حبتين، شكلك شقيان. تعال. سلام يا أنس. ومات يا أنس. رايح فين؟ هوالك أنت. ما قلتليش، هو أنت هوائي ولا مائي؟ أرض يا حبيبي. النسر انقض عليه. رشا. 4 مليون يا باشا. أنا بقى نفسي ومنى عيني أبقى قريبي من رجالتك. فين فتون؟ نعم؟ فتون؟ القمر اللي كانت معاك المرة اللي فاتت. هي مش اسمها فتون برضه؟ أه فتون. أنا بقى عايز فتون دي. أنت مش قلت لي إنها شريكتك؟ أه. شريكتي ومرات ابن عمي واخت مراتي. الاتنين مع بعض. بص بقى يا رشد، انا بحب الستات. في ناس شايفه ان الموضوع ده عيب فيا، بس انا الصراحه شايفه ميزه. بقى انا بقى ما بحبهمش وما بحبش اغامر بيهم. طيب انا بقى مش هظبط لك الورق ولا هامن لك فلوسك في البنك الا لو فتون جت لحد هنا. اه طب وسؤالتك يا باشا، ده مش هيحصل. انت حر. والفلوس؟ وقتك خلص، قوم سيبوه. انا مش عايزه. ده تكتب البيانات اللي عايزها تتكتب في ورقك وتبعتها مع فتون. ده لو عايز ورقك يتعمل. يلا يا حبيبي. الظروف بتجبرني ان اهرب واجري تاني.
افتكر انا قدامك وانت عارف عني كل حاجة. انا كل اللي انا عايزاه اني ما هربش تاني، وعايزاك تساعدني على كده. انا عارف انك بتحبني وانا تعبت، ولو انت هترفض تساعدني عايزاك تديني فرصة. ما تقوموا نطلع نقعد مع المعلم أنس بره والجماعة نشرب كافيه. معلم أنس؟ لا مش عايز. طب أنا بقى بيت معاك النهاردة. قلت مش عايز، خلصت. هي مين فتون دي؟ تعرفيها منين فتون؟ أنس قال لك عنها أي حاجة؟ أنس ما جابش سيرتها، البت ياسرين قالت لي إن أنت ما بطلتش تتكلم عنها طول الليل يا أخويا. بنتك سعيدة يا بيبي. وكتاب الله المجيد، أنا كان ناقص لي تكة وأقطم في زمارة رقبته ما سيبوش غير وهو مفرفر. أنا بس العصابة اللي حواليه. ثبتني في الأربعة مليون وقال لي وممشي. وبعدين خلصت على ايه؟ ما ترد يا راشد. حيوان. قال لي انه مستنيك تروحي له، وانه مش هيخلص المصلحه غير لما تعدي من تحت ايده. لو على كده سهله يا. انت بتقول ايه يا وليه انت؟ هو انا قلت حاجه؟ ما انت اللي بتقول. بعدين بيني وبينك كده انا كنت بدور على سكه تخلوا بيها، اهو اللي طالع. وهي علقة تفوت وانت هتبقى مبسوط. اقسم بالله ابطحك بدي. تجننتي؟ انت نسيتي اني رحت للخنزير ده بسببك؟ نسيتي وينش يا فتون؟ وينش اللي قبل عليكي؟ وينش اللي ذبحته بسببك؟ فتون، الكلام ده انا ما سمعتوش وما يتقالش تاني. كتك خير والنبي هترجع مبسوط مبسوط مبسوط. عجباني قوي المزرعة بتاعتك يا معالي الوزير. دي منورة بجورك يا رالي. Thank you. أهلا. أعتقد إن كان لازم تقولي مين هم ضيوفك قبل ما تجيبني ليهم. ما كنتش هتيجي لو عرفت إن إحنا موجودين هنا. أنت عارفة يا داليا، مراد الله يرحمه كان بالنسبة لي إيه؟ كنا إخوات، وولاده دول زي ولادي بالظبط. طبعًا أنا عارفة قد إيه المرحوم كان قريب منك، عشان كده شهدك على عقد جوازي، وقال لك على حاجة ما قالهاش لحد. إزيك يا هاني؟ أهلًا داليا. سامح، عرفتك من الصور. انت مش جايه هنا عشان تتكلمي، انت جايه علشان تسمعي وبس. سامح وهاني عايزين يتفقوا معاكي على حل مرضي، انك ترجعي لهم الشركه وتاخدي مبلغ مناسب. والحقيقه انا شايف ان ده فير قوي وحل مناسب للطرفين، وممكن يتم بهدوء كده وبدون اي مشاكل. وانا اضمن لك نزاهه الصفقه. انت طبعا عارفه ليه مراد كتب لك الشركة بدون دخول في التفاصيل يا داليا. المنطق بيقول انك لازم ترجع لهم الشركة. هو وجهة نظر حضرتك ممكن تكون صح وممكن تكون غلط. يعني ايه؟ يعني الشركة دي بتاعتي بالقانون، وكل الناس بقت عارفة كده اوريدي. ما انت بتستعبطي؟ نعم. انت فاهمة شركة زي دي راس مالها كام؟ صابة زي دي يا داليا ما ينفعش تاخديها عشان قضيتي ليلة مع بابا الله يرحمه. هي مش ليلة واحدة على فكرة، ده كان جوزي. وبعدين هو اتنازلي عن الشركة بمزاجه، ما
حدش ضربه على ايده. تمن الوقت اللي قضيتيه مع بابا هتاخديه، ما تقلقيش. واحده زيك تستاهل كذا الف جنيه، بس انا هديكي 10 مليون وتتنازلي عن الشركه، والا اقسم برحمه بابا. والا ايه بقى؟ ده بيهددني يا معالي الوزير. مفيش تهديد ولا حاجه، اسكت يا سامح. انا عارف انت بتلف وبتدوري على ايه، بس المبلغ اللي انا قلته مش هيزيد ولا مليم. اسمعي يا ست انت. اسمع انت، انا شرعا ليا فرصه ابوك التم، والتم ده بقى بره الشركه يسوى 2 مليار. بس انا عشان ست محترمه ومتربيه وبنت ناس مش هعمل كده. انا هعمل درينك لنفسي، احتفظ بس بالفيلا عشان ذكرياتي اللي فيها كانت حلوه قوي مع بابي. يبقى هقتلك، هقتلك. تمام اللي انت بتقوليه ده موتك ورحمه بابا، هقتلك. سجل التهديد ده عندك يا معالي الوزير، بما انك راجل قانون وواحد من اهم موظفين الدوله. طبعا انت في حمايتي يا داليا طول ما انت هنا في بيتي. مفهوم. انا متشكره قوي يا معالي الوزير. المقابله انتهت. باي باي. هو انت طول ما انت قاعد عندي حاجه كده؟ خضيتني في ايه؟ انا قاعده مستنيه الباشا. فهد مستعجل الباشا. اخاف واكش من دلوش. يا بنتي حلوه. الله، حاجه جميله. عارفه لو ما كنتيش جيتي أنا كنت بعدت اللي يجيبك من المكان اللي أنت فيه. لا مؤاخذة يعني قاعدة على كرسي. لا ما يهمكيش يا عمر. وأنت يعني تعرف مكاني منين؟ الشقة الإيجار اللي في مدينة نصر، مع إنكم أساساً من بولاق، بس جوزك تاجر مخدرات وراشد ده محكوم عليه بالإعدام. إيه بس بس بس، تعرف ده كله منين؟ هو أنت بتشتغل إيه بالظبط؟ ما تكونش بتشتغل في الداخلية؟ لا لا لا، السؤال ده ناس قليلة قوي اللي في البلد اللي يعرفوا إجابته. عارفة ليه؟ ليه؟ أصل أنا شغلتي سر. سر؟ طب والنبي، أنا بحب أعرف السر، قولي. بس كده راشد يقلق علي. ليه؟ هو مش هو اللي بعتك برضه ولا؟ لا يا أخويا فاشر، إزاي يعني يبعت؟ طب بالك لو عارف ان انا هنا انا وانت لا يكسر عظمي دي حتت حتت. قطع ايديه. بسم الله عليك. امر. شكرا. الله يخليك. رد عليك ولا لسه؟ مغلق برضه. شبكه. لا في المترو. مترو ايه بس انت رخر. هلا يا مصر، انت قلقان عليها قوي كده ليه؟ قلقان عليها ايه؟ ده انا قلقان منها. دي فتون دي تودي مرستاه. طب ما تركش شاي ولا ايه؟ لا مش عايز. طيب قوم روح. طب انا كنت عايز اراجع معاك حسابات الاسبوع اللي فات. لا فيا دماغ لا اي حسابات، بعدين يلا. اوامر. ليلتك كويسه. ليلتك فل. الله يخرب بيتك يا فتون.
كنت فين يا فتون؟ وقفت تليفونك ليه؟ مالكش فيه، كنت مطرح ما كنت. هو انت فاكر اني على ذمتك ولا ايه؟ كنت فين يا فتون؟ كنت في اللي في دماغك عند الباشا. هتفضل طول عمرك واطية. طب ما انت اول ما عرفتني عليه كنت عارف ان ده هيحصل. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ الحق الحق يا حبيبي، النبي ما تخاف. انا قلت للباشا انك اول ما تعرف اني رحت له هتموتني من الدار عشان يعني تفضل راجل في عين وشنبك ما يتأثرش. عارف الفرق بيني وبينك ايه؟ اني جاي عدل مع نفسي، لكن انت عمال تحور. خافش يا اخويا، عايز تعمل الشريف العفيف اللي بيحافظ على شرف ابن عمه وبيدور على مراته اللي بيحبها. اعمل اللي انت عايز تعمله، بس ما تعملهمش عليا. لا يا فتون، انا ما كنتش عايزك تروحي له من الاول، وانا مش وسخ قوي كده. وخلصت، سمعاني؟ خلصت. ايوه كذاب، ليه صدقتك؟ تكميله غور غوره تاخدك. هي معالي الوزيره اتهددت في بيتك واقفه اهو في حفلتك بس احتراما ليك. مدام داليا ارجوك يا دوله موقفي، وعقبال العرض اللي اقترحه عليك سامح وهاني. مع احترامي ليك، انا صاحبه الشركه، مش هقبل بضغط من اي نوع. ما تتسرعيش يا داليا، ولو عاوزين اتفاوض عشان نرفع قيمه المبلغ انا ما عنديش مانع. شفيق بيه، انا اسفه جدا بس لازم امشي. قلت اسلم عليك، لازم اسلم عليك. تمشي ايه دلوقتي يا سوها؟ عرفك بدالي هنا. أهلا وسهلا دالي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أنا اسمك لحظة. سالي؟ أيوه سالي. أمال إيه دالي دي؟ مين دالي؟ دالي دي تبقى أنا. إيه مش فاهمة؟ إيه دالي تبقى أنت؟ وإيه موضوع الشركة اللي أنت صاحبتها دي؟ مش فاهمة حاجة. دي شركة مراد الجرح المقاولات. انا اعرفه، ده راجل محترم جدا الله يرحمه. انا ابقى ارملته. الله، هو انت مش متجوزه؟ لا، ما انا ما فيش وقت اتكلم في الموضوع ده دلوقتي. فاكره لما جيت لك البيت اخر مره وكريم طردني؟ انا ساعتها ما زعلتش منك، بس انا من يوميها اخدت قرار اني ابعد عن الشر وفضلت اهرب منه لغايه ما بقيت داليا اللي قدامك دلوقتي. مدام سهى، انا بترجوكي ما تقوليش لحد على القصه دي. انا تعبت قوي قوي عشان ابقى اللي قدامك دلوقتي. ما تخبيش بجد، انا بحبك وانت عارفه ان انا بحبك من زمان. انت بالنسبه لي داليا من النهارده، مفيش سالي. اوكي مدام سهى، أنا عمري ما هنسى الحب اللي أنت حبيته لي، ولا هنسى الأيام دي. خلي بالك من نفسك. انت خارج ولا ايه؟ احنا اتفقنا ان انت هتثقي فيا. هتروح فين؟ النادي. طب ممكن ما تاخرش عن ساعتين لو سمحت؟ اوكي. مش هتصدق بقى، انا شفت مين امبارح. مين؟ سالي، our servant. فاكرها اللي انت طردتها دي؟ اكيد فاكرها.
هي ايه بقت شغاله عند راجل شفيه ولا ايه؟ شغاله ازاي بس؟ دي بقت مليونير. فاكر فؤاد الجاحي البيزنس مان؟ انت شفته معايا مره. اتجوزها وكتب لها الشركه وبعدين مات. انا مش فاهم حاجه. ولا انا. بس شيز تشينجد، بقت حاجه تانية خالص. غريب قوي اللي انت بتقوليه ده. قبل ما احنا نسافر كانت متجوزه واحد اسمه راشد، وكان هو الدراج ديلر اللي بيجيب لي مخدرات. عادي اتطلقت يعني، مفيش حاجه. وبعدين I told you زمان she's very smart ومستنيه فرصتها، وهي جت لها. I'm very happy for her. انا ممكن اخد العربيه؟ تاخد العربيه؟ شور. بس انا مش هتحرك لحد ما ترجع، اوكي؟ ما تاخرش. I trust you, huh? يلا. Enjoy yourself. Don't be late. حاضر. فكرت في اللي احنا اتكلمنا فيه، وبصراحه مش شايف حل يناسبني غير اللي انت طلبتيه. انا لازم افضل جنبك. انا بحبك كده ليه؟ حتى بعد ما عرفت كل البلاوي السوداء اللي انت عملتيها، انا فعلا لسه بحبك. لا مش هينفع يا مختار. انا عايزك تقف جنبي، بس ده مش معناه انه اي راجل تاني يدخل حياتي. انت مش عارف انا خايفه ازاي. حد يبقى عنده الشركه دي كل ده ويخاف؟ ولاد مراد اتفقوا مع الوزير شفيق انه يضغطوا عليا وياخدوا مني الشركه. يعني دعوة الوزير كانت علشان تقابلي سامح وهاني. وهددوني. قالوا ايه؟ قالوا كتير. سامح ده لو كان يطول ياخد مسدس يضربني بالنار ما كانش قال لا. ولا هاني قعد يقول لي انه ده كله تمن ليلة مع ابويا. هي كانت ليلة وكان جوزي. بس يا مختار ما حصلش بيني وبينه حاجة. أنا كنت عاملة نفسي قدامهم إنه مش فارقة معايا وجامدة ومش خايفة، بس أنا كنت مرعوبة من جوايا. ده متوقع من ولاد مراد، طبيعي يعملوا حاجة زي كده. أنا غلطت إن أنا ما جيتش معاكي. بس كنت هتعرف منين؟ مختار أنا بجد مرعوبة. بص يا داليا، انت بقيتي صاحبة شركة، ده أمر واقع. بس أنا عمري ما كنت أتخيل إن كل ده ممكن يحصل معايا. مش عارفة أتصرف ولا عارفة أعمل بالفلوس دي إيه والشركة. أنا فعلا مش عارفة أتصرف لوحدي يا مختار. أنا عايزك تقف جنبي وتسندني. أنا فكرت أديك فلوس عشان الموضوع ده، بس لا ثانية واحدة، أنا فهمت إن أنت أكبر من الموضوع ده بكتير. عارفة يا داليا، أنا جيت النهاردة علشان أطلب منك إنك تتجوزيني. بس يظهر إن أنا معاكي ببقى دايما خطوة متأخر. لأول مراد، ودلوقتي مش عايزاني اقرب منك. يا مختار افهمني، الموضوع مش فيك انت، لا انت ولا غيرك. ده انا اول مره احس ان انا ينفع اقول لا.
تاني بقولها. وانا موافق. موافق على ايه؟ اكون تحت امرك لغايه لما تغيري رايك. ولو ما غيرتش رايي هتغيري؟ من ساعتها بطلت سجاير. بجد بطلت سجاير؟ برافو برافو. انت كده بقى ندور لك على عروسه وتقعد في البيت كده في فتره غيابي بقى دمك خفيف شيء عظيم. ميرسي يا بيبي. طيب 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 هزرنا والحمد لله على السلامه والحاجات دي كلها. لازم نسكور دلوقتي حالا عشان انا حاجتي خلصت وبموت من امبارح. بيس كلم حد نسكور مني. طب يلا كلم عطو. لا عطو لا عطو ده كافر اصلا. وبعدين ليه عندي 5000 جنيه؟ لو كلمته هيقعد يقول لي هات ال 5000 جنيه وانا بصراحه مفلس. واعملوا حسابكم اسكورت النهارده يا هتبقى على حسابك يا هتبقى على حساب الاستاذ. انا ممكن اتكلم راشد خليه يعمل معاكوا كادو. أصلاً هو بين أصحابه قوي واحتمال قبله بالليل. راشد فاكرين يا جماعه السيرفنت اللي كانت عندنا مرات راشد كان اسمها سالي؟ مالها بقت مالتي مليونيرة. نعم مالتي مليونيرة ازاي؟ طبيعي انا قعدت مع راشد وهو بيديل شارلي بملايين فطبيعي ان مراته تبقى مليونيرة. لا ماما قابلتها في حفله كبيره وعرفت منها انها بقت صاحبه شركه عقارات كبيره جدا ومتجوزه دلوقتي حد تاني غير راشد. هو بيزنس مان كبير اسمه مراد. هي يا عم الفتي اللي انت بتقوله ده ماما القصه دي ما تشغلنيش خالص. انا اللي يشغلني دلوقتي يا انت تكلمي دلوقتي راشد عشان نسكور يا اما حد يكلم اي حد نسكور دلوقتي. بالظبط. قد ايه الحياه دي كانت ممله قوي يا جماعه. انا كنت في ازمه كبيره معاكم الحمد لله انا خرجت منها. انجوي انتوا وبسطوا وسكوروا واعملوا حاجات كده وابقوا ما تكلمنيش. باي باي. تشاو تشاو. هو الواد ده ليه بقى تقيل قوي كده ليه؟ تلاقيه بس فرحان عشان هو لسه مبطل. كل يوم انه يرجع يضرب تاني اصلا يعني. هما اللي بيبطلوا بيبقى دمهم تقيل قوي كده. مش عارفه بقى مش عارفه. صباح الخير. ازيك يا مختار؟ ازيك يا سامح؟ اتفضل. ازيك اشربوا ايه؟ قهوه سالم. نسكافيه. بابا الله يرحمه كان بيحب المكان ده قوي. الله يرحمه. الله يرحمه. انا عارف يا مختار انك كنت بتحب بابا علشان كده لغايه دلوقتي انا مش قادر افهم موقفك. والله انا سامح اللي مش فاهم انت عايزني اعمل ايه بالظبط. تقف جنبنا تساعدنا نرجع الشركه وبعدين اللي انا عارفه ان انت قريب جدا من اللي اسمها داليا دلوقتي. وداليا ما عندهاش نيه انها تتنازل عن اي حاجه. بس احنا ما قلناش تتنازل. انت هتقدر يا مختار تخليها تمضي على اي ورقه او شيك من غير ما تاخد بالها؟ ذمتك انت متخيل ان انا ممكن اروح اعمل حاجه زي كده؟ مختار احنا في ورطه كبيره ولازم نحلها. واللي سامح بيقدمه لك ده هيبقى ديل. ديل ايه بقى؟ هدي لك 25% من اصول الشركه وكمان كرسي في مجلس الاداره. ايه رايك؟ مش فاهم سامح هتديني حاجة مش بتاعتك ازاي يعني؟ انت رايح فين؟ نقعد احنا بنتكلم. ايه ده؟ مع السلامة. ده اتجنن غالبا. يلا يلا. وادي شهاده الميلاد وادي البطاقه. الف مبروك يا عادل بيه. الباشا الكبير مبسوط منك قوي. انت وفتون. يا معلم في ايه؟ هو اللي قال لي كده برضه؟ راحت له الجزمه من ورايا. انا كنت خلاص مش عايز الورقه واستعوضت ربنا في الاربع مليون. والله وعليت بايه بتستعوض ربنا في 4 مليون جنيه يا راشد؟ تعبيط يا راشد. هي كانت مراتك ولا ايه؟ قفل النبي يا ايهاب على الحوار ده خالص. طب مراتك اسمها سالي؟ سالي؟ لا غريبة. كريم قال لي انها كانت شغالة عندهم وانها اسمها سالي. كريم رجع؟ قابلته الصبح في النادي
وقال لي ان مامته شافتها في حفله كده. عسليه؟ سوري؟ سالي يعني سالي كملي. بس كده هو ده اللي قاله لي. كريم. فين ماما قال؟ مين لسه صاحي؟ مين لسه صاحي؟ معقولة بتطبخي بنفسك؟ اه بطبخ بنفسي يا حبيبي. هات رجلك الحلوة دي. إيه؟ البس. يلا يا دوسة لو سمحت الله ينام. يلا على النوم بقى. عشان احنا بقينا متأخر. يلا. تطبخي ايه؟ زي ما انت شايف كنت بطبخ طبيخ كمان. تحولي هنعمل ايه في موضوع الفيلا يا مختار؟ انا خايفه لا يطردوني. اظنش. لا الفيلا دي تمنها بالكتير ما يجيبش 20 مليون جنيه، واعتقد يعني لو عملوا كده هنطالبهم بالورث. هما بيعرفوا يحسبوا كويس ومش هيعملوا حاجه زي كده. لا انا بحب المكان ده قوي. اول مره جيت على الفيلا مع مراد كان ساندني على كتفه واحنا راجعين من المستشفى، ويوميها قال لي ادخلي البيت بيتك. عمري ما كنت اتخيل ممكن ده يحصل بجد. كل ما افتكر ان انت قدرتي تقنعيني انا ومراد وكل الناس انك مش فاكره اي حاجه، بصراحه اخاف منك. ولا ممثله في اجدع فيلم. مش كده برضو؟ ما انت فاكر ان دي اصعب حاجه عملتها؟ ده انا مره في المنيا قعدت شهر ما بنطقش، عامله فيها خرصه. بس والله كان غصب عني. أنا ساعات لما بفتكر الأيام دي أحس إن أنا كنت واحدة تانية مش أنا. طب تصدق إن ولا حاجة من دي كانت مترتبة؟ كنت لابسة 100 وش في بعض. ويا ترى بقى اليومين دول أنت لابسة أنهي وش فيهم؟ مع شاهين ابني انا لبنى، وفي الشركه انا داليا. ساعات كتير بفتكر وبتوحشني زينب في اسكندريه. كانت ايام هدوء. بس تعرف مين اكتر واحده وحشاني فيهم؟ مين؟ عسلية. كل ما ابص في مرايتي بشوف عسلية. عسلية اللي هربت منها. ساعدني يلا. انا فتحت لك الكيس. افتح دي كمان. تاني؟ ايه يا راشد؟ انت ايه اللي جايبك في وقت متاخر زي ده؟ وعرفت ان انا رجعت من السفر، واللي جايبك دلوقتي يا راشد؟ في ايه؟ ما تتكلم معايا يا ادم، بتكلمني كده ليه؟ اهدى يا راشد اهدى. انا ما بقاش ليا علاقه باي حاجه ليها علاقه بالضرب ولا باي. انا مش جاي الضايف. ماشي يا سيدي. انا عرفت من سمر ان انت وامك شفت عسليه. عسليه؟ اكيد سمر بتقول اي كلام. انا لسه راجع من السفر يا راشد، ماليش دعوه بالحاجات دي خالص. بقول لك ايه يا كريم؟ هجيب لك رقبتك. فيها يا راشد؟ انت بترفع عليا مطوه في بيتي يا راشد. اوبعك كمان. بس يا راشد ايه ده؟ ايه ده انت مين؟ ده راشد يا ماما، راشد جوز عسلية. طب انت عايز ايه دلوقتي؟ عسلية فين؟ هجيب رقبتكم انتوا الاثنين وما كلمتوش. استنى بس، انا شفتها هي دلوقتي ما بقاش اسمها عسلية، اسمها داليا نور، متجوزة بتاع مقاولات اسمه مراد الجرحي، وبتدير شركة روح لها هناك. وكمان انا ما بقاش ليا اي علاقة بالمخدرات والحاجات دي، والله العظيم بطلت. هو خلاص بعد بعد. تمام. استنى رايح فين؟ انا هاجي معاك. انت stay here. و
والواد يا بت طلع كريم. يخرب بيت سنينك. فتون يا فتون، فتون يا فتون، اقفلي، عايز اقول لك حاجه مهمه. استنى بس، اقفلي، عايز اقول لك حاجه مهمه. طيب اقفلي. طيب يا حبيبتي هرجع اكلمك تاني. باي باي يا اختي. لقيني عسليه. التخريف ده زي ما بقول لك كده. عارفه الواد كريم اللي كان شغال عنده في البيت، اللي هو شغال معاه بيبيع مخدرات، امه قابلتها في حفله. طب وهنعمل ايه؟ هنروح لها طبعا. نروح لها؟ انت عايز تودي نفسك في داهيه؟ انت نسيت ولا ايه؟ نسيت ان عسليه هربت منك عشان انت قتلت الحسن؟ لو رحت لها هتسلمك. مفيش الكلام ده. عسليه بقت غنيه دلوقتي وعندها شركه وملايين. غنيه؟ شركة ايه وملايين ايه؟ جابتهم منين يعني؟ دي كانت ماشية ببقجة هدومها يا ستي. لما نروح لها لو انا اعرف حكايتها. هنروح لها فين دي؟ الشركة، شركة مراد للمقاولات. شركة مراد للمقاولات؟ ايوه. ايه المشكلة؟ خلص سيجارتي واقوم البس. البسي وحصليني بقى. غير هدومك. كويس ان انا رجعت لكم المكتب النهارده. احنا عملنا كده كل الشغل اللي كان متاخر علينا. كل واحد فيكم عمل اللي كان لازم يعمله وشكرا. وانا اسفه يا جماعه ان انا اخرت كل حد بالليل. بالعكس انا بقوله اللي عملناه النهارده ده كان مهم جدا، وانا هبلغ مختار بكره بمواعيد تسليم الوحدات اللي اتفقنا عليها. تمام. خميس خد الشيك ده وصوره وبعته للبنك. تمام. اتفضل يا استاذ. ميرسي. مروة لو سمحتي. أيوة. أنا عايزاكي 10 دقايق عشان موضوع التصميمات. حاضر هجيب حاجة. كنت لسه جايلك عشان ورق التصميمات. اتفضلي. شكرا. إيه ده؟ يا عم ما الناس رايحة جاية، يا أمال بتقول الشركة قافلة ليه؟ وبعدين بقى مش قلت لحضرتك أكتر من 10 مرات مش هينفع؟ يا باشا يا باشا إحنا بقالنا كتير ملطوعين في العربية بره. شوية عندها اجتماع مهم، شوية قاعدة مع استشارة مش عارف عاملين ازاي، واحنا جايين نقابل وزارة التموين. يا فندم ده ليه هنمد رئيس مجلس الإدارة مش هينفع يقابلنا من تاخد معايا. طب عليا النعمة من نعمة ربي لو عرفت اللي أنت بتعمله ده لا تكون مرفوض على إيدي. ليه وحضراتكم مين؟ أنا فتون أختها شقيقة. إيه اللي أنت بتقوليه ده؟ وإحنا مش لازم نعمل مفاجأة يعني، هتعرفوا السلام. طب أنا آسف يا فندم بطايقكم. يا سيدي لو على البطايق أهي البطايق. بس دخلنا بقى، ابوس ايدك يعني اتلطعنا كتير. خد فتونه اهي اختها. انا اسف يا فندم دي اجراءات الشركه. انا اسف يا سيدي. ولا يهمك. انا هخش ابلغها. بسرعه يا اخويا. الله ده ايه القرف. هو صعب ليه كده صاحبك ده؟ الكوتيشن ده دراسه. طيب تصميمات. حلوه عجباني بس متهيألي محتاجة شوية موديفيكيشن. شوية الألوان باردة. أوكي بس كده. هو أنا هستنى مختار لغاية ما يجي ياخد رأيه بالموضوع ده. آه طبعا يعني أستاذ مختار ده إنسان حساس وراقي جدا وفنان كبير قوي. هو حضرتك فنان تشكيلي وموهوب كبير وعند حضرتك حق إنك تاخدي رأيه. كده مختار كان أقرب حد لمراد جوزي الله يرحمه. الله يرحمه. عشان كده أنا بثق برأيه. عموماً أخبار الإعلانات بتاعت الكومباوند اللي اتصورت. أيوه ما أنا لازم أعرف أنتوا مين عشان أبلغها. قول لها أختك. أنت هتقعد تبحلق لنا طول النهار، خف نفسك. خلاص ماشي حاضر، ثانية واحدة. ده إيه الزهق ده؟ عارف. معلش يا فندم أنا آسف جداً. بس اصل في واحده واقفه بره مصره ان هي تقابل حضرتك وبتقولي انها اختك. بعد كده لازم تقولي ان انت اختها. امال اقول ايه؟ ما تتنيري تسكتي يا عم. خلينا نخلص. ناس عايزين نقابلها وخلاص لازم تقولي اختها. هتدخلني لما تعرف ان انا اختها. اتقفشت في دماغها وما دخلتش. هدخل هفتح الباب وهدخل. تحبي ادخله؟ مع حد؟ اي فندم، معاها راجل كده بس بصراحه ما قاليش وقت. طب ما تدخلهمش، قول لهم يستنوا 10 دقايق. خلاص اوكي حاضر. اتفضلي. اوكي. اتفضلي مروه.
10 دقايق ومدام داليا هتقابلكم، ما تتحركوش من هنا. الحق ان البنت شكلها اتغير خالص. هي 10 دقايق وهتقابلكم، الموضوع خلص. الحقني يا مختار، راشد بفطور على باب الشركة. بس يا اخويا من خلاتي حبيبتي وقلبي من جوه. النبي يا حبيبتي انا كنت عارفاني هاخدك في حضني من زمان. اختي يا عسلية يا عمر. معلش يا فندم انا اسف جدا بس ما قدرتش امنحهم الدخول، انا اسف. اتفضل انت يا سعد. حاضر. اتغيرتي يا عسلية. اتغيرتي وحلويتي واتدورتي كمان. انت بتتكلم مع مين؟ مين عسلية؟ انتي عسلية مراتي. عسلية اللي رجال البلاقة كلها كانت بتحوم حواليها وانا اللي حميتها واتجوزتها. عسلية اللي يوم فرحنا دخلت عملت لها العشاء. عسلية اللي ليلة دخلتنا عيطت وانا على رجليها. يا اختي اللهم صل على النبي. ايه ده كله يا بنت؟ عملت ده كله امتى يا بنت القرد؟ لا انتوا فاهمين الموضوع غلط خالص. انا مفيش عسلية. هنا أنا داليا نور صاحبة الشركة دي. طب ما أنا عادل فكري رجل أعمال. وأنا يا أخويا زي من فتور. لا عسلية. لا ما تعملهمش عليا، أنا خلاص عرفت كل حاجة. اتجوزت عليا اتنين ويا عالم مين تاني، وخلفت نونة بس من الحرام. النونة يا اختي ده انا من ساعة ما عرفت انك خلفتي وانا نفسي ادلع النونة. شبهك اكيد، شبه امها الله يرحمها. اقول لك انت وهو، انا ما اعرفش حاجة عن الكلام التافه اللي انتوا بتقولوه. افتحوا الباب اللي هناك واخرجوا برا وانسوا اي حاجة عن الموضوع ده. وقال عيب عيب لما تيجي تتكلمي مع جوزك اللي انت سبتيه وهربتي بقالك ياما واتجوزتي عليه اتنين ويمكن اكتر، تبقى بتتنفضي وانت واقفه. راشد الغول اللي ممكن يقطع لك رقبتك، بس انا مسامح. معقوله كده يا راشد؟ ليه يا اخويا ما يصحش؟ البت تتخض. الله، وبعدين ما ينفعش، ده احنا عيله واحده. امال ايه؟ أنا كان غرضي بس أقول لك إن أنا عملت فلوس كتير أنا وراشد يعني، وأنت يا أختي عاملة فلوس. اللهم صل على النبي، نحط الفلوس على بعض ونبعت نجيب علي وراشد أهو اسم الله عليه موجود، ونعيش عيشة فل كلنا. إيه يا داليا في إيه؟ الحقني يا مخرج. مين الناس دي؟ الناس دي؟ الناس دي أوسخ ناس في العالم. أنت مين يا ابني أنت وهي؟ اتكلوا على الله، يلا اطلع بره. أنا جوزها. انت مين؟ انا المختار. اطلب لهم الامن يا مختار. خدي بس راحت فين؟ عايزين مني ايه؟ سيبوني في حالي بقى. اطلب البوليس بسرعه، في ناس هنا بتتهجم على داليا هانم. ايوه هنا في المكتب بسرعه. قلبك ابيض يا فخامه. ماشي يا عسليه. انا ماشي، بس بقول لك ايه، انا راجع تاني. سلام يا المختار. يلا فتوح. سلام يا بنت ابويا. ماشي يلا فتوح. يلا يا اخويا. يا اخويا على مهلك بالجربه دي. يلا مش وقته. هات البطايق في مكتب الامن جوه، ثواني اجيب لحضرتك. طب يا اخويا هات البطايق. يلا اتحرك اتحرك يا عم. البطايق مش مهم. مالك مجرجرني كده ليه؟ واحنا خرجنا برا الشركه خلاص. يا وليه بقول لك بلغوا البوليس. بس عسليه عمرها ما هتسلمك يا اخويا، وبعدين هي ملطوطه عليها 80 حكم. انا غلطان اصلا ان انا جيت هنا، انا عرفت مكانها ومش هحلها. يا عم استهدى بالله. يوه
لازم نجيب أمنة. طب ازاي؟ عرفوا منين؟ مش عارف. بقول لك يا فتون، انا هوصلك وارجع اجيب البطايق. ليه بقى يا اخويا؟ قلقان من عسلية بصراحة. هي اللي تقلق منك مش انت اللي تقلق منها. يا فتون يا فتون، عسلية عايز تربط حبل مشنقها وين رقبتي؟ يا اخويا قلت لك ما تخافش. هي صحيح قالت انها ما تعرفناش، لكن وشها بقى كان عامل زي اللمبة عمال ينور ويطفي من الرعب. هي تخاف يا اخويا، لو بلغت عنك ما انت هتحكي الموضوع واحدة بواحدة. طب بقول لك ايه؟ انا هخلي عطوه يرجع الشركة ويسأل على بيتها فين. مش في السخن، استنى يا اخويا تهدى وبعدين نبقى نتكلم. ما تبص قدامك يا اخويا هنعمل حادثة. ما انا باصص اهو، ما تيجي تسوق انت يا فتون. ما بعرفش اسوق. يبقى تسكتي بقى. النيلة اللي احنا فيها دي اهو بالراحة. شوف الورية، خرجوا من الشركة بسرعة وما خدوش بطايقه، وانا اتصلت بالشرطة وهعمل فيهم بلاغ بالبيانات اللي موجودة في البطاقتين دول. شرطة ايه؟ مفيش داعي للشوشرة يا مختار. لا مفيش داعي، خلاص طالما مشوا. انت مش مشوا خلاص. لو حد من الشرطة اللي انت كلمتهم سأل بقول لهم الناس دي هربت. حاضر يا مختار بيه، بعد اذنكم. فتون سعيد ثابت اختي، واللي معاها اللي معاها ده بقى هو راشد اللي اتنيلت اتجوزته. طيب استاذ، بطاقته بتقول انه عادل فكري شحاته. اكيد مزوره طبعا. يا رب يا رب دول جولي منين؟ عرفوا طريقي منين؟ انت خايفه كده ليه؟ مفيش اي حاجه تثبت ان انت عسليه اللي هم جايين يدوروا عليها دي، يعني لو بلغوا عني. لا مش ده قصدي يا مختار، مش ده قصدي. راشد ما يقدرش يبلغ عني. ليه؟ راشد قتل اتنين، يعني اكيد محكوم عليه بالاعدام. اللي مخليكي مرعوبه منه؟ عشان عارف طريقي يا مختار، مش هيسيبني في حالي. سفر سفرني اي بلد انا وابني شاهين. انا لازم اسيب البلد حالا. تسيب البلد ده ايه وتهربي ايه؟ عشان ده امر سهل جدا. مش بتقولي محكوم عليه بالاعدام؟ خلاص نبلغ عنه. انت ما تعرفش راشد. راشد ده شيطان، شيطان ماشي على الارض. خليني اختفي يا مختار، اروح اي حته. أنا مش عايزة أقعد في البلد دي، خلاص عرفوا طريقي. فتون دي، فتون هي اللي بوظت حياتي. ما كانش لازم يعرفوا طريقي، ما كانش المفروض. لو سمحت يا داليا، مش هينفع نفكر وأنت في الحالة دي. أنا هتصرف ومحدش هيقدر يأذيكي طول ما أنا جنبك. طلعولي منين دول؟ يا عاطف باشا، أنا عايز رجالتك يوصلوا الفيلا النهاردة. طقم حراسة كامل ويكون مسلح لو سمحت. فيلا مراد الجرحي، انت عارف يا فيت. ليه؟ بكرة ليه؟ طيب يا ريت الكلام ده يحصل من بدري لو سمحت. متشكر جدا، مع السلامة. خلاص، من بكرة الصبح أكبر شركة أمن في مصر هتبعت لنا حراس مسلحين يحرسوا الفيلا. بكرة؟ آه بكرة يا مختار، راشد مش هيستنى لبكرة. راشد مين بس اللي أنت خايفة منه ده؟ راشد قتال القتلة. راشد اللي حرق قلبي واتجوزني وهو قاتل الحسن. راشد اللي ما بكرهش بني آدم في الدنيا زي ما بكرهه. طب اقعدي اقعدي، اهدي بس اهدي. دلوقتي انت بتتكلمي عن شخصية تانية خالص. عسلية البنت الغلبانة الفقيرة اللي مفيش في ايديها حيلة دي انتهت خلاص، ما عادش في منها. اللي موجود دلوقتي داليا نور، اغنى ست في مصر. يا ريت نفهم الفرق ونتعامل على اساسه. تعال تعال أزوقك في مية؟ يا ريت.
انت جاي تقتلني يا علي؟ حرام عليك، انتوا عايزين مني ايه؟ انا ما صدقت هربت منكم. عايز تقتلني؟ حصل ايه؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انتوا عايزين مني ايه؟ عايزين مني انا كل اللي عايزه اعيش مع ابني من غير شركم. شر مين؟ ابنك. انت خلفت انت وراشد. راشد وفتون فين يا عسلية؟ انت هتبسل يا علي، ما انت عارف ان انا طفشت منه بعد ما قتل الحسن. وبعدين انت هنا ازاي لو مش هما اللي بعتينك؟ انا ما اعرفش اي حاجة عنكم. من يوم ما دخلت السجن لا اعرف عنك حاجة، ولا فتون ولا راشد هما فين يا عسلية؟ فين؟ امال انت جيت هنا ازاي لو مش هما اللي بعتينك؟ ها؟ بعتوك ليه يا علي؟ عشان تقتلني؟ مش هما. امال مين؟ مين يا علي اللي بعتك هنا؟ انت بقيت قتال قتلة؟ ما ترد. جيت هنا عايز اقتل واحدة اسمها داليا. مين داليا دي يا عسلية؟ مين ده اللي عايز يقتل داليا؟ أنا. أنت بقيت قتال قتلة؟ عادي كده؟ مين اللي بعتك تقتلها؟ بس دي أختك. أيوه بقيت قتال قتلة. بعتني واحد اسمه سامح. فتون راشد فين يا عسلية؟ مراتي فين؟ عسلية مراتي فين؟ فتون فين يا عسلية؟ راشد وفتون فين يا عسلية؟ بطايقهم. مين عادل ده؟ ما هو راشد مسمي نفسه عادل. علي لو سمحت قول لهم بقى يبعدوا عن حياتي، ولو عايزين اي فلوس مليون اتنين عشرة أنا هديهم. يبعدوا عني. ايوه مختار. ايه مالك في ايه؟ علي، علي كان عايز يقتل، كان هيذبحني وانا نايمه. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ علي مين؟ يقتلك؟ علي جوز فتون اختي اللي كان في السجن، سامح بعته عشان يقتلني. سامح؟ عليز هو سامح يعرف علي منين؟ انا ما اعرفش اللي وصل علي لسامح ابن مراد. الناس دي مش هتسيبني في حالي يا مختار. انا عارفه انهم مش هيسيبوني في حالي انا وابني. أنا مرعوبة. طيب هو عندك؟ لا عندي إيه بس؟ ما مشيش غير مديته بطاقة فتون وراشد. طيب أنا بغير هدومي أهو ومسافة السكة وهكون عندك. خليكي مع شاهين وخلي فردوس جنبكم. مع السلامة.
جيبي لي ميه لو سمحتي. حاضر يا دكتور. خدي يا قلبي، كل حاجه هتبقى كويسه. في واحد اسمه الصاوي، الراجل ده في طريق الصف، هديك رقمه تكلمه وتروح له وتتفق معاه على 10 رجاله بأي تمن يا عطو، بأي تمن. أوامر. جرى إيه يا راشد؟ إيه؟ أنت اتخبطت في دماغك؟ الرجاله دول هتعمل بيهم إيه؟ أخطف؟ إيه؟ تخطف مين؟ يا نسبتي السودة، هو أنت فاكر عسلية دي هي عسلية بتاعت زمان؟ لا يا أخويا، أصحى دي بقت هان وشركات، دي ساكنه عند الناس الكبارات قوي. انت اتجننت؟ ما تتجننش يا راشد، ما تتجننش وتضيعنا. الكلام ده صح، اديني يومين اشمشملك وافهم اللي حواليها. كرايه يا جدعان في ايه؟ وانا جايب عقاره في وشها؟ ده انا هقعد اتكلم معاها. يا عم هي عبرتنا لما رحنا لها الشركه دي ولا بصت في وشنا؟ عشان كنا في الشركه وحوالينا ناس وهلمه، انما لما اجيبها هنا ونقعد لوحدينا وافهمها ان انا بحبها واقول لها ان انا مسامحها على غلطه جوازها، تقوم هي كمان مسامحاني على غلطه الحسن، مش كده ولا ايه يا فتون؟ غلطه قصاد غلطه. هي ايه حكايه الحسن ده؟ انا معرفهاش. الباشا بيتكلم. حوار كده هحكيلك بعدين. الو، عايزك يا فتون. ايوه يا فخامه، عايزك يا فتون دلوقتي. والنبي كان على عيني، بس لا مؤاخذه يعني، اصل انا ورشد في موضوع كده ومشكله ومش هقدر امشي. انا قاعد بشرب وفاضل في الازازه شويه صغيرين، على ما اخلصهم تكوني هنا. طيب 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 يا اخويا، حاضر حاضر، بالسلامه انت. مع السلامه. في ايه؟ سكران وبيزعق وعايزني اروح. تروحي فين يا وليه؟ احنا مش قلنا بقى نبطل الشغل القرف ده؟ استقبلتي؟ بقول لك ايه؟ ما اقدرش اقول لا يا اخويا، ده عارف اولنا واخرنا واحنا فين وبنعمل ايه وهنعمل ايه. يوه جرى يا راشد؟ في ايه؟ ده هي ساعه الزمن يا اخويا، هروح وارجع، وبعدين ما انا قايله لك على كل حاجه، انت هتستهبل. شوفي عشر رجاله باي سعر، ما تفصلش معايا. اوامر. انت مصدقه ان اللي حصل ده ممكن يكون صدفه؟ والله انا بقيت بصدق اي حاجه. علي ما كانش جاي يقتل عسليه، علي كان جاي يقتل داليا. عارف يعني ايه داليا؟ ده انا كان بيني وبين الموت ثانيه. سامح وهاني يعملوا كده؟ غريبه. علي قال لي ان هما دفعوا له فلوس كتير قوي عشان يقتلني. هيستفيدوا ايه بس لما يخلصوا منك يعني؟ الشركة خلاص مش هتبقى بتاعتهم. عشان ينتقموا مني، ده كفاية ليهم. انا مش عارفة ليه سبت شاهين لوحده جوه، هقوم اجيبه يقعد بينا هنا. ليه بس كده؟ خليه، انت مش سايباه مع فردوس؟ خايفة من ايه؟ لا ولو، انا بقيت بخاف. كلها ساعتين ثلاثة والامن هيجي ومش هيبقى فيه اي حاجة تخافي منها. طب خليه جنبي يا مختار لغاية النور ما يطلع. عاملك قهوة؟ أشرب، هو صحصح شوية. ماشي. يا رب. مقدم صبحي سيف، مكتب مكافحة المخدرات، أنت البواب؟ لا انا السنكورتي اللي هنا، انا اللي بسكنهم واخدمهم واشوف طلباتهم وحل الرزق. عادل فكر شحاته ساكن هنا؟ ايوه يا باشا، في الدور الارض ده. مين ساكن معاه؟ مراته الست فتون. مراته؟ ايوه مراته. ساكنين هنا بقالهم قد ايه؟ تقريبا حوالي 3 سنين. هو عادل باشا ده ليه في المخدرات يا باشا مش كده؟ احنا لسه بنتحرى عنه. والله انا كنت شاكك فيه، والست فتون بتاعته دي ست مش مظبوطه. مش مظبوطه ازاي؟ كانت مرافقه عيل في الشقه ديك اسمه نايل كده، عايش مع ابوه لوحده، وتقريبا عادل بيه جوزها ده عارف ومطنش، بيبعتوه بره البحر في اي وقت ويجيبوه في اي وقت، وبقت حاجه مليطه. ده غير الكلام اللي انا بسمعه، اعدام، سجن، قواضي.
انت متاكد انهم متجوزين؟ ايوه يا باشا، لما جم يمضوا عقد الشقه مع صاحب العماره انا كنت موجود، وطلعوا عقد جوازهم وانا شفته بعينيا، كان عقد جواز عرفي. انت اسمك ايه؟ سيد يا باشا. روح من هنا يا سيد. حاضر حاضر يا باشا. عارفة تنامي؟ لا. ليه كده؟ خايفة من ساعة ما شفت علي، وانا افتكرت الايام السودة، ايام ما كنت بخاف. ممكن ما تخافيش وانا جنبك؟ مخافش ايه مختار؟ دول دخلوا بيتي النهارده علي، يا ترى بكره هيكون مين؟ ربنا يستر. خلاص بقيت حاسه ان محدش يقدر يحميني، ده انا بقيت بخاف من الناس كلها، حتى انت مختار، بقيت حاسه اني بخاف منك. تخافي مني انا؟ ليه؟ انت بقيت تعرف كل حاجه عني، كل مره بتطلب مني انك تبقى جنبي وانا مش عارفه اعمل ده، خايفة لا يجي يوم انت كمان تنتقم مني. خلاص انا اخرج انام بره لغاية لما الامن يجي. معلش بختار، انا اسفة، انا عارفة ان انا بقول اي كلام، تزعلش مني بليز. ولا يهمك. سبت وقتي اصلك عن الشلطه اللي انت فيها، راح ساعه وجايه مش تاخر عنده، بقالك 7 ساعات يا فتون. ماشي ماشي. ذكر ذكر يا ابن عمي ذكر. ايه يا علي؟ عبد الله عسل يا علي، عبد الله عسل، عرفت مكان ده منين؟ الليسال ما يتوهش. فتون فين يا راشد؟ فتون بجيب حاجات للبيت وزمانها جاية. الحمد لله على السلامة يا علي. البيت حلو. أه.
تغيرت يا ابن عمي، تغيرت. اخترينا لو فهمتوه بعد ملايين يا علي، ملايين. عملتوا ايه تاني؟ بعتوني؟ بعتني يا راشد؟ يا الكلب عليك يا عم، يا الكلب يا عم. راشد ده مش بس ابن عمي، ده اخويا اتربى على كتافي. كل ما كنت بلف وشي ما اشوفش غيره. راشد يا راشد، مش قلت لك لما اروح للباشا هتنبسط؟ ده انا جايبه لك حته خبر. راشد سابها الدور على حل شعرها. فتون مراتي وحبيبتي اللي ما فيش زيها.
تستاهل القتل. ما تخافيش. أنا مش هعمل كده. عارفة ليه؟ عشان أنا بحبك. بحبك بجد. بس أنت برضو تستاهلي القتل. تستاهلي. وهو الراجل لما مراته تغلط لازم يربيها. أنا مش هعمل حاجة. ما تخافيش. سنين السجن شرف اللي مرت، حياة اللي ضيعتيها، ده اللي تمنيته. أنا مش هعمل حاجة. أنا بس أخليكي كل ما هتبصي في المراية تفتكري تندمي على كل ما اتولدتي. كل غرزة في وشك، كل غرزة في وشك اعتبريها من الدين اللي عليكي، ده اللي تمنيته. Yeah.